عليكم ورجعنا لكم في حلقة جديدة من حلقة Objection Your Honor. شو التماتي سلامة شلون ايه الموضوع ما في ان احنا بنسوي طريقة جديدة في الobjection هذه اسمها الهانديكاب. الهانديكاب يعني واحد ضد اثنين زي المصارعة، والما فيه الموضوع ان انا اراش نقطة واثنين هناك يظن ان عكس يعني هاي، فاما ان انا قاعد هايط او ان انا المستميت في سبيل الحق واحد اثنين. المهم انا قلت والله ما يهمني ادخل ضد اثنين كله الا شاف الشخصيه اللي انا جاي ادافع عنها. فيتغير في الاوبجكشن هذا، العاده كل واحد فينا له ثلاثه اوبجكشن. هالمره انا عندي اربعه اوبجكشن وهم كل واحد ما عنده الا اثنين. ليه؟ انا اثنين وهو اثنين، لان هم عندهم رايين ونقاط مختلفه. يعني تزوي تاج على بدنه. خلونا نبدا. طبعا الاوبجكشن في انمي ناتسو نو تايزاي، والحين يروح الكلام الى سيدنا القاضي. تفضل سيد القاضي، قول شو السالفه، شو العلم. ايها المحلفون، كنا جالسين بامان الله دار نقاش وقت متاخر من الليل، وقام نقاش حامي بين الاخ محمد، محامي محمد، والمحاميون الاثنان الاخوان محامين العامر العامر للمحاماة. بين عندك قضية ولا شيء تعال. بين أقوى شخصية في أنمي ناتسو نو تايزاي، إسكانور ولا ميلياديس؟ صح، إحنا لا ما في سماء هنا قاعدين صح، نبغى إيه محايدين. إحنا نبغى حين نشوف مين اللي بيجي الثاني، و هم مدعين مين بيقنع وانا المحامي. مين بيقنع اي هم المدعين. فعطهم البداية، سواء حجم يقاس من يبدأ قبلكم. لا عادي، انا اعطي اخوي. يلا يا اخوان، يلا بسم الله. عندك يا ابو خالد. سيد القاضي، سيد المحامين، انا استدل بشغلة واحدة في الانمي قالها مليودس نفسه. انا عشان انتصر على الخطايا احتاج مليودس. مليودس يعتبر اقوى مني. انا اتوقع هذا الشيء بالحاله كان كافي ووافي يثبت لنا ان مليودس هو الاقوى. ما نحتاج ندخل في امور اخرى. اوبجكشن سيد القاضي من الحين. خطا مطبعي. اوبجكشن سيد القاضي، مو شغلي. اوكي سيد القاضي، اوبجكشن ثبت عليه. أوكي. انه قاعد يقول مليودس، يعني انه قاعد يكابر لما قال اسكنون الاسم اللي ثبته هو قال منه الاقوى. هذا كله محسوب صح؟ اي قال مليودس صح ولا لا يا سيدي القاضي؟ قال مليودس، لان كلمه الحق تخرج رغما عن الادله ورغما عن التمثيل، كلمه الحق تطلع. قال مليودس، قال مليودس، قال اربع مرات يا سيدي القاضي، قال اربع مرات مليودس اقوى مني. مليودس معناها الاقوى، معناها ما يقدر يفوز بدون مليودس. انا ارفع قضيتي، حتى لو كان خطا زلت لسان، ما يعني انه في عقله الباطن مقتنع بهالشيء. شدني بالظهر. اوكي فريق العامر المحاماة، إيش الكلام يا إبراهيم؟ شو جبت العيد؟ لحظة طعم، شو كنت فاق؟ إيش فيك أنت؟ يلا رد يا رعطان. يلا بسم الله. عندك أبو خليل رد على كلامه، هل هذا صحيح؟ صحيح نعم، أنا قلت بالغلط مليودس فقط ليس هذا. أنا أنتوا عارفين قصدي إسكنور، بس هو قاعد يصيد في الماء العكرة، فخلاص ما بقى شيء. أنا كنت أقصد إسكنور، هو عارف إني أقصد إسكنور، كلكم عارفين أقصد إسكنور، لكن هذا أخطاء المطبعية تحدث في كل مكان. واحد علينا نقطة. طيب لازم خليه يتقدم. حسب إيه. قدم الغشيم والحقات. سبقة. نقاط كذا صحيح معه. إيه. واحد لك. صفر. شو بعد؟ صفر. أوكي. طيب. النقطة عندي. نقطة عند محمد. بسم الله. يلا محمد. سيدي القاضي، القوة تقاس بالكامل ولا تقاس بلحظة من اللحظات. بمعنى لما اجي احكم على قوه شيء معين، ما اقول والله هذا قوي في الوقت الفلاني ضعيف في الوقت الفلاني، لا، اجي احسب كامل الوقت واشوف مستوى القوه. فلما نجي المتوسط. اوبجكشن. اوكي الله الله الله. اوبجكشن من الاستاذ ابراهيم. انا قاعد اخزن حتى لا. اوبجكشن. طبعا كان عندهم ردهم صح. سيدي القاضي، يلا روح. احنا جينا نتكلم، ما حددنا وقت ليل او نهار او مكان او زمان، احنا كنا نتكلم عن من هو الواصل اعلى كقوه فقط ليس الا. فما يحق للسيد الزميل هنا يقول نحسب وقت ولا ما نحسب وقت، ولا في ليل ولا في نهار.
ودي يا محمد سيدي القاضي انا ما حددت وقت. انا ابراهيم عاد نفس كلامي، انا قلت لما تحسب القوه تحسب بكامل الوقت مش بوقت معين، صح ولا لا يا سيدي القاضي؟ صحيح. فهو سوى اوبجكشن على نفسه. شكرا ابراهيم انك اثبتت ان احنا نحسبها بكامل الوقت ما نحسبها بوقت معين. لما نحسبها بكامل الوقت مليودس متفوق على اسكنور، وهو اثبتها مره ثانيه على نفسه ان نحسب القوه بكامل الوقت وليس بوقت معين. شكرا ابراهيم. اوكي هذه النقطة الثانية، وهنا يا ابراهيم انت جايب العيد قبل عفيفة قبل. النقطة الثانية لفريق محمد اللي هو محمد الحالة وفريق العامر. اوكي يلا يا ماجد. ها سيد القاضي من الانمي اوريدي مين اللي جلد مليودس وذبحه؟ ما ادري علمني. استروزا. اوكي مين اللي جلد استروزا؟ اسكنور. معادلة بسيطة جدا يا زيادة القاضي. انا ما ادري ليش اوبجكشن مطروحة. اوكي اوبجكشن لمحمد. اوكي محمد سيدي القاضي وانت شاهد على شيء في اكثر من حلقة قلنا في طاولة النقاش نطرح اسمين لا نطرح ثلاثة اسماء. فلما تقابل النار الورق وتحرق الورق في لعبة ورق حجر مقاس مثلا، هذا اقوى من هذا، هذا اقوى من هذا، هذا اقوى من هذا، لكن ما يعني انه اللي بيفوز على واحد يفوز على اثنين، صح ولا لا يا سيدي القاضي؟ وهو من اشد المدافعين عن النقطة، فاستخدامه لهالحجة هنا شيء ضعيف. طبيعي ان الماء يطفئ النار، وطبيعي ان الكهرب تكهرب الماء، لكن لما تلتقي النار والكهرب ما في فائدة، ما في قوة تفاعل ما بينهم، فما تقدر تحكم ان هذا قوي هذا، هي سلسلة تمشي. هذا فاز بعدين هذا فاز بعدين هذا فاز، لكن هذا مش مقياس لقوة مليودس واسكنور. ردكم يا انا تفضل سيادة القاضي. ما هي مسألة بقياس بقياس، هم في نفس الفريق، شلون بيتقاتلون؟ لازم نقيس على شخص مغاير. الشخص هذا هزم مليودس وقتله، مات مليودس قدام عيوننا، ما كان له حول ولا قوة. جيس كنور وبكل سهولة مسح بوجه الأرض مع أخوه اللي جاي بزعله في الأخير. بس انتهى الموضوع، ما فيها مقابلة، ما في شيء اسمه ثلاث. بعدين يعني ما شفت الواحد يستخدم برق ونار ورعد وماي، العناصر ما تتطبق هنا، هي قوة مطلقة، وإسكنور بالقوة المطلقة انتصر. الله أكبر عليك. طيب هنا فريق ماجد يتفوق في النقطة هذه، ومحمد صفر. يلا يا أوكي. محمد تفضل سيدي القاضي. إذا بنأخذها بالمقياس اللي قال الأخ ماجد إن إسكنور تفوق على استوازة وتفوق على الثانية زيردس أعتقد اسمه، السؤال لو كان القتال في الليل هل كان بيتفوق إسكنور؟ Objection your honor. أوكي تفضل يا ماجد. سيادة القاضي سيادة المحلفين، شفنا قوة إسكنور في الليل يوم إنه جلد ملك الفيريز وملك الجايد، فحتى في الليل إسكنور عنده قوة، ما يحق للزميل إنه يقلل من قوة إسكنور في الليل. حتى في الليل يقدر يطلع الشمس الغواء في الليل وجلد اثنين من الوصايا في الليل، فلو يبغى يجلد الولد جلاد، ما يتفاهم يا جماعة. أوكي نقطة جميلة. طيب عندك يا محمد رد؟ اي سيد القاضي، اسكنور جلد فقط عشان ميرلين، جاوثر حاول يتلاعب بوتر ميرلين، مو بعشان انه حتى لو بغى يجلد في الليل يجلد، لانه من قبل لما قابل واحد من الوصايا في البار حقه في الليل انجلد، لو كان عنده قوة كان طلعها، لولا ان جاوثر لعب على وتر غلط اللي هو وتر ميرلين ما كان تحرك اسكنور، مع انه كان قبلها يقول له انا مو بقدر، بس عشان نلعب على وتر ميرلين فنضيف على الشمس ميرلين، غير كذا ما كان اسكنور بيتفوق على مليودس في جميع اللحظات. احنا لما نقيس القوة نقيسها في كل الأوقات وكل اللحظات، ما نقيسها بوقت معين. حلو جميل جدا. النقطة الثانية ماجد قال اوبجكشن، فالاوبجكشن لماجد هو المضبوط. هنا النقطة الثانية للأخ ماجد وفريق العامر، عدلنا النتيجه. انا فهيه انت اللي جاي في العيد يا اخوي، اضبط حالك، انا عدلت النتيجه عند دور عليك. طيب يلا من عند الحين عندي انا. يلا يا ابراهيم. سيد القاضي سيد المحامين، يعني هي نقطه واحده، مش تبي اكثر من ان شخص مفروض تطبق عليه لعنه ما تطبقت عليه، تطبق على الناس كلها الا هو قاعده خاصه كسر لعنه استروزا اللي مفروض انك انت حاجيت علي كسرها، ما في، انا اشفق عليك مو باكسر هذا، يعني لو احد ثاني هم اللي اسمح له كان راح فيها مليودس، لانه كان بيكون حاقد عليه ولا دخل الجبث ولا شيء. اوكي
هذا الاوبجكشن الثالث لمحمد. الاوبجكشن الثالث لمحمد تفضل. سيد القاضي اي واحد مكان اسكنور ويحس بالشفقه على استواسا كان بيكسب اللعنه، هي مش قدره خاصه في اسكنور، فقط توافق ذيك اللحظه ان استواسا انك ما تقدر تهاجمني وانت كارهني، واحد هاجم عليه ومشفق عليه. فلو كان من يودس موجود او ايا كان اللي موجود ويا ان اقوى من استواسا وشالمسيكين هذا جاي هايط كان بيتفوق عليه، فهي ما كانت ميزه خاصه لاسكنور، لا ما كساها من قوه خاصه فيه، لا فقط انه تصادف ان هذا نقطه ضعف الكراهيه وهذا مكان كاره فقط، انتهى الموضوع. حلو هذا ريجكشن محمد. رد عندك يا ابو خليل. فرق ابره شوف بالذات من اليودس لانه اللي خطيئه الغضب، فالوحيد لما ينضرب له واحد من اخويا ولا حاجه راح يغضب ويعصب على استروسا وراح يندعس من استروسا الدعس بعد، مو بس ينهزم، وهذا كذا هو انهزم قدام استروسا لان مليودس غضب. هذا الكبرياء في فرق، ما حد يقدر يسويها الا عنده كبرياء مثل اسكنور، هو اللي يقدر يشفق على احد لو شاف احد اضعف منه، ما حد يقدر يسوي. هذه ميزه خاصه لاسكنور فقط، كل اللي قدامه كانوا حاقدين وكانوا اقوياء بس ما قدروا حتى يلمسون له شعر ولا قدر حتى يتحرك هون. هذا ميزه عند اسكنور فقط ولا احد غيره. طيب طيب عشان تتضح لي تتضح هذا صار في عده هنا، انت يوم قلت اوبجكشن عليش اوبجكشن انه ما كانت ميزه خاصه في اسكنور، اي واحد غير اسكنور يقدر يشفق ويكسب اللعنه، مو بشيء شخصي. يوم ابراهيم قال ان لا لا مليودس بيخسر، انا ما جبت طيب مليودس، قلت اي واحد حتى لو كان مليودس لا ايه، وقال ان اسكنور هو اللي كسر اللعنه ايه، قال وانت رديت عليه انه ما لا اي واحد يقدر يسويه حتى مليودس قال حتى مليودس ايه، بس ما خلنا صارت مليودس انا قلت اي واحد يقدر يكسب اللعنه اللي اشفق على استواسا، مو بشيء جبار سواه اسكنور. طيب الاوبجكشن هذا انا بشوف ايش، انا اشوف انه يروح لمحمد محمد لانه ابراهيم انت رحت ورجعت على مليودس، تهجم على مليودس، النقطه هذه تروح لمحمد. الاوبجكشن عن مليودس هو من اسكنور حفر قبره بنفسه، بس انت جبت العيد اشر على قبري راح راح. النقطة الثالثة للمحامي محمد عندي الحين هذا مستقعد علي يا جماعة. عندك محمد الحين يلا يا محمد. سيدي القاضي، من يودس فعلا اعترف في البداية ان نحتاج اسكنول انه اقوى فرد في الخطايا، لكن في ذيك الفترة من يودس ما بعد يدخل دوات انه يموت ويرجع، من يودس كان يبي اسكنول عشان لا يتخذ الخطوة هذه، والدليل على هالشيء انه في الاخير كان يبكي ويقول اني راح اضحي باشياء عشانك يا اليزابيث، فهو كان يلاجئ الاسكنول عشان لا اضطر اني اموت واجع بقوة اكثر تشيل مني مشاعر اكثر، وشاف ان هالشيء برضو بيحتاج انه يموت ويرجع ويضحي بمشاعر اكثر، هذا الدليل. قال الشيطان قال ان جيت برادتك تبي تخلص من هاللعنة، فمن يودس فعلا كان قوته قليلة لانه كان مختار المشاعر على القوة، بس الحين يبي يرجع الى القوه الصح عشان يربي. يكفيك ان الوصايا كلهم قالوا اسمك كان يلعبنا، اسمك كان يلعبنا، هذا شهاده الوصايا كلهم ان اسم اليودس الحاله كان يلعبهم. اوكي هذا انا برد، ما في اوبجكشن ارد، لا لازم انا اللي ارد، ما في اوبجكشن، ما في اوبجكشن يحق لي ارد تقديم طق. اوكي يلا يا ابو خليل عندك رد. الوصايا كانوا يرتعبون من اسم مليودس قبل لان اسكنور ما كان موجود فقط ليس الا لو موجود. شوف الحين ايش اللي سوى فيهم اثنين انجا راحوا بيمسكه، مو مصدقين يوم شافوا قوه اسكنور، مو متوقعين، لا بشري يا جماعه الخير بشري، يعني مو بس يعني تقول شيطان ولا حاجه، يوم شافوا هذا الشخص الحين راح خلنا يطلعوا له في الجزء الجاي يشوفونه كذا يترعدون كلهم واحد تبع الاخر. يا جماعه اربعه من الخطايا دعسهم بالحاله، ايش تبي اكثر من كذا؟ من يدس اثنين ويا دوب قدر ها يدلدغهم ورجعوا مره ثانيه، هذا اربعه مسحهم تقريبا زي شربه الماء، ايش تتكلم عنه؟ ولا يحتاج يتحكم في مشاعره ولا يحتاج يتحكم في ذا، هذا نقطه عند مليودس ضعف يعتبر، مثل ما في الاسكنور عنده في الليل، ذا هو عنده ضعف اسمه اليزابيث، ترى شيء بالطول بالعرض نفس الشيء، اسكنور هو الاقوى. اوكي، طيب هذه النقطة هنا شائكة على قولتهم، فأنا أشوف أنها تعادل. الاثنين جابوا حجج او حط نقطه هنا نقطه هنا حجه دامغه على قولتهم. يلا حن سيدي القاضي، الوصايا في البدايه ما كانوا قادرين يتحركون بسبب خوفهم من مليودس وما يدرون ايش وضع مليودس، بس مجرد ما راح قلن وشاف وضع مليودس قدروا يتشجعون يتحركون اكثر، لما جاء مليودس في النص ما بينهم يا رجل تجمدوا، بعدين عرفوا انه عنده نقطه، فإذا كل واحد فيهم عنده نقطة ضعف، على الأقل مليودس قدر يتفوق على نقطة ضعفه،
وقاعد يبكي في حضن إليزابيث يقول له متى بضحي، يعني يمكن حتى ضحي فيك عشان أتغلب على نقطة ضعف. بينما انتهى الأنمي من يوز متخلي عن نقطة ضعفه وسكانو قاعد عند وجول ميولا. شوف الفرق. Objection your honor. أوكي Objection سيد ماجد تفضل. ما في دخل ابدا كون ان اسكنور عند ميرلين في قوته، لا تزال قوته موجوده، هذه تقلل من فخره بس ما تقلل من قوته ابدا، قوته موجوده وحاضره واثبتت في ارض المعركه، بينما مليودس لم تظهر قوته الا على فراودرين، اضعف واحد من الوصايا، اضعف واحد من الوصايا بس هذه طلعت قوته عليه الى الان، ما شفنا كامل قوته على البقيه، ما شفنا هزمه ولا قتل واحد زي ما سوى مثلا اسكنور، اسكنور جلدهم جلد يا رجل، مسح بوجيهم الارض، خلاهم بين الحياة والموت، أربعة مو واحد ولا اثنين، أربعة، هذا ما نتفل إلا فرودرين بس، لا 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 ما في وجه مقارنة حتى. طيب عندك يا محمد الرد. أوكي. سيدي القاضي، أنا أتكلم عن واحد عالج نقطة ضعفه، إسكانور ما شفت عالج نقطة ضعفه من الليل نهائياً. الشيء الثاني حتى يوم توحش في الليل كان عشان ميولن وانتهى الأنمي وعنده وجود ميولن. فأنا قلت من باب الضحك لكنه ما عالج نقطة ضعفه بينما مليودس عالج نقطة ضعفه. ردا على الزميل اللي يقول مليودس يوم عالج نقطة ضعفه ما شفناه سوى شيء، فمليودس بس طلع طيّوا اثنين من الوصايا، بس طلع في اثنين من الوصايا اللي كانوا جاي يطودون إليزابيث طيّوهم مليودس بس طلع، وكان قادر من قبل على ملك الجن وملك الأرض وملك الألف، فأنا أشوفها تعادل في القوة، غير أن أنا لازلت نقطتي في محل هذا أربعة وهذا أربعة، لكن مليودس قدر يعالج نقطة ضعفه، أنا ما شفت إسكانور عالج نقطة ضعفه. اوكي قلبت قلب الاوبجكشن نقاط ضعف هنا القاضي انكب معكم زي ما انتم شايفين ان محمد يقول مليودس عدل نقطه ضعفه واسكانور ما عدل نقطه ضعف اي رد عليه ماجد رد عليه ماجد ان نقطه ضعف اللي هو اسكانور ما تاثر عليه يعني كانت موجوده مو موجوده ما تاثر بقوته قوته هي موجوده موجوده هل مليودس اقوى من اسكانور يعني اسكانور عارفين احنا انه فقط في الظهر تشتعل قوته هل مليودس يتفوق عليه في الوقت هذا ولا لا فمليودس في عز قوته يتفوق على اسكانور ولا لا هنا الكلام فانا اشوف نقطه ماجد كانت ما تاثر بقوته صح فانا بحكم لماجد ان نقطة ضعف ما تأثر قوته اي ضعف ما ضعف سكنور ما تأثر في قوته هنا صفر الكفة متعادلة الفريقين و محمد باقي عنده اوبجكشن ابراهيم عند ابراهيم يلا بسم الله سيد القاضي اي سيد المحامين في الاخير هم فريق يعني يشتغلون مع بعض وكل قوتهم اساسا لمصلحة الخطايا ضد الوصايا وانا اساسا دخلت اوبجكشن قبل اثنينهم مع بعض يدرسون الخطايا كلهم والوصايا كلهم فهذا شيء كله لمصلحة بعضه لكن في بعض الشغلات عند يعني ما عمري شفت احد كذا يعني يقول انا لازم ابعد عن اخوياي عشان قوتي ما تاثر عليهم ما تضرهم ما تضربهم يا شباب فوق بس بالحراره اللي طلعها ذابت الدروع ما سوى شيء ذابت الدروع اخوياه بالحراره حقتها بعد ما جاء استروسا لسه ما وصل كامل قوته خذ الفاس حقه قال خلنا نهج يقول ما ادري ايش يصير في المدينه اللي انا فيها اي نوع من القوه احنا نتكلم عنه يا جماعه الخير قوه مرعبه اضافه عليها كبرياء يو خلاص كذا تحس انه هذا فتى في الاوبشن عرفت انتهينا اوكي هذه رد عليها محمد سيد القاضي كل كلمه قالها باهيم حق اللي هي اول شيء انهم يكملون بعض وفريق كامل وعجبتني كلمة لما قال هذا الفتى فل اوبشن لما نيجي نقيس شيء وبقارنها لكم زي السيارات مثلا نقيس السرعة التسارع الميلان حرق الوقود وممكن تجيني سيارة قوة الماكينة حقتها ألف حصان لكن باقي المواصفات ضعيفة فلما قال باهم فل اوبشن انا اشوف مليودس فل اوبشن احنا شفنا ايش ممكن توصل قوة اسكانور لما قال انا بوخر ما اقدر اقدامكم بس شنو مليودس المرعب اللي هو قاعد يسعى له القوة الشيطانية اللي هو قاعد يسعى لها يبي يرجعها على أساس يتفوق على الوصايا بيضحي ولو كانت قوة اسكانور حالها تكفي ليش يبي يضحي بإنسانيته وحب الإليزابيث اللي خلاه يطلع من عالم الشيطان ليش بيضحي فيه عشان يرجع القوة اللي كانت تخلي اسمه يرعب الكل اللي أبوه قال اسمك أرعب البشر أبوه كان يقول له اسمك أنت أرعب الكل أنت كنت مسيطر قضى على الآلهة بس هنا
اوكي ابراهيم قال الحقائق اللي هو قوه سكنور انهم فريق وانهم خلي الفريق هذه ما تحسب اي كلهم حقائق. مع بعض حقائق وانا تكلمت عن الفول اوبشن منه فيهم فول اوبشن على كلامه نقاط الفول اوبشن بين الاثنين انا اشوف ان هذه نقطه متعادله بعد بناء على اللي ظهر نهايه الانمي الاثنين تفوق على الوصايا بعد ما أظهر قوة الأسطورية اللي هو ميليودس واللي يسعى على شيء أكبر بعد ما نشوف هنا يتفوق وشفنا قوة سكانور لما طير اثنين من الوصايا أقوى الوصايا طبعا ف القوة متكاملة بالنسبة لي أشوف الاثنين أوكي هنا ماجد يلا يا ماجد أنت سيد القاضي ميليودس كان مخطط إنه يبغى يموت على أساس يرجع يجمع قوته زي ما قال الزميل على نهاية الأنمي ومع ذلك كان عارف إنه يحتاج سكانور وقال إن سكانور هو الأقوى أقوى الخطايا يعني اعتراف منه بأن سكانور أقوى من نور. Objection أخير لم حمد يلا يا محمد سيدي القاضي لو جعت سكانور قبل لا يخطط من يوديس إنه يموت وقبل لا يروح من يوديس إلى كهف الدود يعني من يوديس قرر يرجع سكانور بعدين يروح كهف الدود بعدين قرر إنه يموت كآخر حل ماجد قارنهم في بعض هذا غلط ما قارنوا من يوديس ما قارنهم في بعض يعني ما كان من يوديس مخطط للثلاثة مع بعض خطط لهم بالتدريج اول حل انه يرجع سكانور اللي يعتبر اقوى الخطايا بعدين لا راح تدرب في كهف الدود عشان يسترجع قوته اللي كانت مختومه من الساحره بعدين شاف الحل الافضل انه يرجع الشيطان فهي حلول تدريجيه 1 2 3 ميليودس ما قررها كلها في وقت واحد زي ما قال ماجد وهذا ادعاء منك يا ماجد اوكي عندك يلا يا ماجد تفضل كان في نبؤه من الملك وكانوا يعدلون انهم يحتاجون الوصايا الخطايا السبع كلهم عشان يقدروا يفوزون على الوصايا والمفروض انه عارف الخطر المحدق لان ذي اساسا فرقتها من الاساس فهو عارف اسكانور ما كان موجود قبل 3000 سنه ميليودس كان موجود قبل 3000 سنه حاليا اسكانور اقوى في السابق قبل 3000 سنه اكيد يعني هو كان الكابتن بس ما كان في شيء اسمه اسكانور السبع احلى انظار اسكانور السبع هو الاقوى هنا النقطه الاخيره ان ميليودس انجبر على هذا الشيء اللي هو يصير شيطان فالنقطة تروح لمحمد. فالنقطة تروح لمحمد. باك 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 باك. نسمه باك. يلا مرفعنا يلا يا محمينا. سيد القاضي اللي بوصل لزبدة الكلام. أول شيء إحنا في القوة نأخذ بمجموع الأشياء وليس بشيء واحد. في أشياء يتفوق فيها إسكانو على ميليودس نعم لكن في أشياء أكثر يتفوق فيها ميليودس على إسكانو. لا زالت ايضا نقطه ثانيه بيوصلها لا زالت خطوط التصاعد عند ميليودس مفتوحه والشخص اللي قدر يتفوق على الشياطين والبشر والالهه والعمالقه اللي تفوق على كل العراق لو عاد الى كامل قوته ما حد حيقدر يتفوق عليه فانا اخذ بالمجمل ما اخذ بنقطه واحده واما اعتراف ميليودس ان سكنو اقوى منه فهذا زي ما قلت لك انه قدر يضحي بعدين بقوته ويتدرب ويضحي بحياته عشان يسترجع قوته القديمة فيقدر يتعادل مع عسكره. حلو جميل جدا وجميل للغاية. مين عندي؟ يلا يا. لا انت بديت المربع انا اللي بختم. يلا يا. مرتين ساكت خلها انت خلني اتكلم. محامي. يعني اخر شيء انت كذا تتكلم وياه انا ساكت كذا اتفرج حطيت راسي على القاضي خلاص خليه يتكلم. الا هو يرافق. ايش في معنا عيال عامر ذولي يلا يلا يبا. سيد القاضي سيد المحامين احنا جينا نتكلم عن شغله ما علينا من القوه اللي ممكن تطلع قدام انا علم اللي طلع في الانمي لحد الحين شو اللي قوه مخزونه عند ميليودس انا بقول حتى سكنور ما شفت كم قوته لحد الحين شلون اجي احكم على شيء احنا قلنا من قبل دائما ابدا لما زي جينا نحكم على شيء نحكم على اللي طلع قدامنا ما احكم على شيء ما شفناه اللي شفناه قدامنا لحد الحين ان ميليودس صفق 4 مادي 5 سكنور صفق 4 مادي 5 من الخطايا بالحاله من الوصايا بالحاله بينما ميليودس يدوبك صفق اثنين ولا انا اثنين توب اثنين يعني طقطق عليهم بس زي كذا بس اما ميليودس مسح مادي سكنور مسح رجال جلاد يا جماعة الخير ما فيه طير اربعة مادي خمسة منهم بالحالة واثنين منهم اللي يعتبرون يعني في القوة مواسين حق ميليودس تقريبا استروزا اللي ذبحها نفسه فاحنا نتكلم عن القوة الشيء اللي شفناه في الانمي ما نتكلم عن شيء ممكن يصير عليه قدام لما يذبح روحه يرجع روحه ويطور روحه اوكي خلصت المرافعه النهائيه اخيرا خلصت الحلقه الحين يحق لك تجلد فينا الثلاثه زي ما اول شيء احكم في النقطه الاخيره بعدين نجلد زي ما تبي القاضي منكم فهمت مو منكم من ردودكم لا
أنا تقريبا الاثنين بنفس القوة. خلاص حط واحد واحد. متعادلين. خلاص حط واحد واحد. واحد واحد يعني هنا سبعة هنا ستة. اي طيب هنا الفريق فريق ماجد فريق العامر عنده ست نقاط، فريق محمد العامي عنده سبع نقاط. كلهم اخوي ما عنده سبع. ايه انا اللي جبت العيد. ما في ما كانك ضيعت التقييم بالبداية على الفاضي. نقطة واحدة لو سمحت نقطة واحدة. صح انتم كنتم محامين واعين. ما في كمستري في البداية. الحق انتصر. القاضي القاضي هذا الانسان قاعد اتكلم عن سيدي القاضي. القاضي ما يشغل فيكم القاضي. احنا كنا كذا نسخن في البدايه وانت استغليت هذا الشيء. اي فعلا يعني انت ما استغليته وسويت معلن. هذا دليل على انه محامي جيد مو على انه اي بس مو بصح الاخطاء. انا محمد ضعيف بس كلامه مو بصح. الاخطاء كانت في البدايه بينكم ما في كيمستري معذورين لكن هذا اخوي المفروض يعني بالنسبه لي او يعني تسالوني عن سكالور ميلودس يوم شفت النقاش والجدال الحامل هنا صراحه اكتشفت انه يعني اثنين بنفس القوه متقاربين. طبعا الجزء الجاب يبين لنا اذا كان سكالور اذا كان ميلودس بالقوه الجديده قوه الشيطان اقوى او متعادل، لكن في النهايه ممكن اقول انه متعادل. فالحكم عندكم يا الساده المحلفين. و ما في خاطرك شيء على الكلام اللي قلناه ترد على احد تقول له انت كلام غلط عادي بيبتك من الموضوع يسكر الحلقه ويتحايش. لا يعني ما والله صدع جد حواس يقول اذنك قاعد تتصل يلا راح راح ايش فيكم انت الحين؟ قلت تسنعونا احنا اتفاهم وياكم هذا الحاجب. اي والله الحاجب اي حاجبنا ذا وينه؟ كويحه. اوه والله يا سيد القاضي مو بتعطي نقطه. شوفني انا مؤدب هم ذي الاثنين مو كويسين. نقاش حامي بس هذا من اللي كان يقول من البدايه بدينا نغش من ورا الكاميرا ترى هذا يحاول يساعدني بس والله ما حاول عد الاول حقه قاعد يقول بدينا نغش يوم سكيت انا اوبجكشن حكمت لي كان يتهم لا هذه بس صداقه بين القاضي ما تدري عنها. طيب الحكم بين الحكم عندكم في التصويت يا جماعة الخير. طبعا كذا نكون في النهاية وصلنا لنهاية الحلقة. حابين بس نوضح شغلة يعني شفتوا انت محمد كيف دافع بضراوة على سكنور في السابق يوم كانت قضية الوايت بيرد وسكنور. ايه. وشفتوا شلون قاعد يجلده اليوم وشفتوا شلون انا كل مرة جلدت سكنور وحين قاعد ادافع عنه. هذا اللي نوضح لكم ان احنا في النهاية نحب الشخصيات دي كلها على حسب الموضوع على حسب الموضوع ناقل على الموضوع. ايه واذا كان عندك شخصية تفضل على شخصية ثانية معناته انك انت يعني في نقطة معينة فقط. يعني أنا ممكن أحب سكنور في النقطة لكن أحب شخصية ثانية مثل إيتاشي أكثر من سكنور. إذا دافع عن إيتاشي أكثر من سكنور عادي. والله ما عنده شيء أفضل من سكنور. أدخل من الشيخ أنا قاعد أفضل من سكنور فيه. أقول لك لو نزل أوبجكشن ثاني أتحداك تطلع لي نقطة واحدة إيتاشي فيها أفضل من سكنور. هذا مش موضوع الحلقة لو سمحت. نزل أوبجكشن ثاني أوكي نازل فيها أوبجكشن إيتاشي وسكنور شهدوا عليه لا يقول نسيت الموضوع ذا كوب السناب انت بينك وبين محمد اوبجكشن ايتاتشي وسكنور. على العموم هذه الطريقه الجديده اللي هي هانديكابد او التحالف وفي بتجينا بعدين اطوار ثانيه. انا بتحالف مع القاضي عليك ان شاء الله وبتشوف الاطوار ثانيه نضيفها حلوه يعني. في النهايه يقول معي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا اشتركوا في القناه واغزر الاعجاب والشير ونشوفكم على خير سكنور اقوى من ايتاتشي.